نظمت جمعية بروفا للثقافة والإبداع فرع بنقرير صبيحة ثقافية ترفيهية بشراكة مع مجموعة مدارس ولد بن عنو وبتنسيق مع جمعية النجوم جمعية النجوم للكونغفو. هذه الصبيحة استفاد منها تلاميذ وحدة ولاد موسى بعدما كان قد استفاد تلاميذ وحدة نزلت ولاد موسى من نفس الأنشطة الثقافية والترفيهية. قلت استفاد هؤلاء التلاميذ من ألعاب بهلوانية، من أنشطة ترفيهية توعوية، يعني لاقت استحسان جميع الحضور، كما أن الأساتذة العاملين بهذه الوحدة المدرسية وبالمجموعة المدرسية ثمنوا هذا النشاط. راجينا من الجمعية أن أو جمعيتين معا أن تكرر نفس النشاط بالمجموعة بالمركزية. هذه الأنشطة قلت بأنها يعني تدخل الفرحة والسرور على التلاميذ، خاصة تلاميذ العالم القروي الذين يعني نادرا ما يتلقون مثل هذه الدروس التوعوية وهذه الأنشطة الترفيهية، فكانت مناسبة للاحتفال والإبداع. كما أن الأساتذة بفرعية ولد موسى استغلوا المناسبة لتكريم أحد الوجوه يعني الفنية الجمعوية بإقليم رحمنا الأخ رشيد ساقوس، والذي قدم الشيء الكثير للعمل الجمعوي والعمل المسرحي بصفة عامة بإقليم رحمنا، فكانت المناسبة شرط يعني من أجل تكريم هذا الوجه يعني الإنسان الخالق المبدع الفنان. فألف شكر للجمعيتين معا اللتان أتاح لنا الفرصة من أجل تكريم هذه الشخصية الجمعوية يعني الكبيرة. السلام عليكم، معكم حورية ربيح عن جمعية بروفا للثقافة والإبداع ابن جرير. اليوم كانت عندنا صبيحة بسمة الطفولة تحت شعار بسمة الطفولة نبض للحياة بمجموعة مدارس ولاد بن عنو بفرعية ولاد موسى بإقليم رحامنا. هذا النشاط اللي عرف مجموعة من الورشات والألعاب وكذلك واحد الحفل البهلواني اللي حيا واحد البسمة والفرحة على وجوه الجميع. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر جميع مؤطري المؤسسة، وكذلك كنبغي نشكر الناس ديال القرية على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، ولكل من ساندنا لا من قريب ولا من بعيد في إحياء هذا العرس التربوي. تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.